بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله اليوم هنتكلم عن خطوات حساب الكميات ببرنامج أوتوكاد سيفل 3D. عشان نحسب كميات في أوتوكاد سيفل 3D عندنا طريقتين. بالنسبة للمناطق المفتوحة، إن أنت تدخل له منسوب الأرض الطبيعية ثم منسوب السطح التصميمي، ثم يتم حساب الكميات بسطح مقارنة وسط ما بين السطحين. ولكن هناك بالنسبة لحساب كميات الطرق بطريقة برنامج الإيرث وورك الذي يعطيني بيانات لكل محطة، وليكن المحطة صفر يعطيني لها تيبيكال كروس سيكشن ويعطيني لها كمية قطع وكمية ردم، كذلك لكل محطة من المحطات إلى نهاية الطريق. طيب، كيفية حساب الكميات للطرق في برنامج السيفل 3D؟ لازم تمر بمراحل المشروع كاملة. لابد إن أنت يكون عندك سطح للأرض الطبيعية أولا، ثم يتم عمل منه alignment لمنسوب الأرض الطبيعية الجراوند ليفل، وكذلك منسوب التصميمي الديزاين ليفل. وبعد ذلك يتم إعداد قطاع عرضي نموذجي للطريق اللي هو كرييت اسمبلي، تشكل فيه بقى الميديان اللي هي الجزيرة الوسطى، واللينز إذا كان موجودة طبعا، واللينز الحارات، والشولدر، وكذلك الميل الجانبي السايد سلوب الذي يسمى في البرنامج داي لايت. ثم يتم عمل سوبر اليفيشن في حالة وجود الهوريزونتال كيرف اللي هو الانحناء الأفقي في الطريق. ثم يتم عمل الكوريدور. الكوريدور بالمعنى الحرفي ممر، ولكن بالمعنى المفهوم هو تشكيل الطريق طبقا للقطاع العرضي النموذجي والسوبر اليفيشن. يديك شكل الطريق، هل عدد حاراته قدين، بنفس الوصف اللي انت وصفته له في التيبيكال كروس سيكشن، ويراعي ايضا موضوع السوبر اليفيشن. بعد عمل الكوريدور ده، الكوريدور ده خاص بالسطح التصميمي، يتم عمل سطح تصميمي للكوريدور اسمه كوريدور سيرفيس، سطح تصميمي للطريق، وانت اساسا عندك سطح الارض الطبيعي. وبعد ذلك يتم عمل حاجة اسمها سيمبل لاين اللي هي القطاعات العرضية، خط كده عند كل محطة، خط عرضي يسمى سيمبل لاين. نراعي أن يزيد عرضه عن عرض السايد سلوب، أقصى عرض للسايد سلوب. وبالتالي بعد هذه الخطوة يمكننا أن نعمل كومبيوت ماتيريال لحساب الكميات، كمبيوت ماتيريال لحساب الكميات، ومن ثم اخراج جدول في حساب الكميات اللي هو توتال فوليوم، واخراج القطاعات العرضية مبين عليها مناطق القطع ومناطق الردم، واخيرا اخراج هذه البيانات اللي احنا خاصة بالقطاعات العرضية والخاصة بالتوتال فوليوم عن طريق التول بوكس والكوريدور. طيب، الكلام دوت كلام جميل. الخطوات العملية بقى لأداء هذا الكلام، في البداية هنفتح برنامج الأوتوكاد سيفل 3D. أول مرحلة أنا عامل هنا ملف لقطعة أرض عبارة عن البوينت نمبر، ثم النورسينج، ثم الإيستينج، ثم الإليفيشن، ثم الكود. مجرد ان انا ادخل على الاوتوكاد سيفل 3D، اول خطوة زي ما هو موجود هعمل كرييت سيرفيس، والسيرفيس بتاعي اللي انا هعمله للجراوند ليفل جي ال، وانا بس مش عاوز اظهر منه غير البوردر الخارجي، بوردر اونلي. طبعا انا مش هخش في تفاصيل كل شيء اكثر ما انا عاوز في الاخر اصل الى موضوع حساب الكميات، فهقول له بوردر اونلي ثم اوكي. اضغط على العجله دبل كليك، او في هنا عندي زوم اكستند،
عجلة، بس طبعا لسه ما معرفتش الايه الالايمنت. لابد ان انت تعرف الالايمنت الاول، تيجي على البوينت فايل تقول له اديت، وتختار على علامة الزائد هنا، وتختار الملف بتاعي انا مسميه مطار، واختار الامتداد بتاعه اللي هو بي ان اي زد ديسكريبشن، بي ان زد ديسكريبشن، رقم النقطة والنورسنج والايستنج والاليفيشن والكود، واقول له اوكي، واضغط على بتاع زوم اكستند اللي موجودة هنا على يمين الشاشة، او على العجلة مرتين، او زد انتر اي انتر. ادي عند السطح، وانا هشكل عندي طريق. وليكن انت نزلت المخطط بنفس الايه بنفس الاحداثيات بتاعته على الايه السطح السطح بتاع الارض الطبيعية. انا عندي هنا الطريق اهو، الطريق دوت انا عاوز اعمل له حساب كميات. قلنا اول خطوة زي ما احنا شايفين عمل سطح الارض الطبيعية. تاني حاجة نعمل الالاينمنت، نيجي نزلين دي نعمل الالاينمنت، نيجي هنا الالاينمنت كرييت الالاينمنت فروم اوبجكت، ونضغط على الخط ونقول له انتر، هيحدد لي اتجاه سير المحطات، هقول له انتر، هيفتح لي الصفحة دي. اول حاجة اقول له يظهر لي بس الميجور اند مينور اونلي، واقول له كمان في الديزاين كريتيريا السطح السرعة التصميمية بتاعتي، لو انا هفعل نظام الاشتو العالمي لحساب الكمية اللي هو التصميم الهندسي اللي هو النظام الامريكي، هقول له وليكن السرعة التصميمية عندي في المشروع 80، ماشي، واقول له فعل لي الديزاين كريتيريا، واقول له اتبع نظام الايه لاشتو 2001 ماكسيمم 4%، وانا هتاخذ عدد الحرارات يا اما 2 يا اما 4، فانا هاخد ايه سيمبل اللي هو حارتين في حالة اللي هو حارتين فأقل، وحالة الأربع حارات فأكثر نستخدم الإيه الفور لين، جميل. وما عنديش طبعا إيه جزيرة وسطية، فهقول له 2001 كراون رود، ثم أقول له أوكي، هيظهر لي الالاينمنت. بس انا لو زي ما انتم شايفين الالاينمنت فيه مشكله هنا، مجرد ان انا بضغط عليه وهدخل على الجيومتري اديتور، ادخل على الالاينمنت جريد فيو. لو تلاحظ هنا بيقول لك المينيمم راديوس 280 وانت عاطيله الديفولت بتاعه 200، لا انت دخله 285 عشان يبعد عننا علامه التعجب دي، بص عليها كده خلاص زال علامة التعجب، أصبح ما عنديش هنا إيه مشكلة في الكيرف اللي هو الهوريزونتال كيرف. حلينا المشكلة بتاعت الهوريزونتال كيرف، يبقى كده احنا عملنا الاينمنت. المرحلة التالتة إن أنا أعمل بروفايل. أول حاجة بروفايل للأرض الطبيعية، ده بعمله إزاي بروفايل للأرض الطبيعية؟ عندي من القايمة اللي فوق كده عندي بروفايل، اقول له كرييت بروفايل فروم سيرفيس، بيقول لي يا عم الالاينمنت بتاعك واحد، ايوه، والجراوند ليفل جي ال، ايوه. هقول له اديت، ثم كرييت ان بروفايل فيو. التفاصيل دي كلها طبعا لها درس لوحده، فانا اقول له كرييت بروفايل فيو مباشره، هيقول لي انت عاوز تحط البروفايل بتاعك فين، هضغط هنا بيس بوينت، اوتوماتيك هيظهر لي البروفايل عبارة عن الستيشنز المحطات و المنسوب الارض الطبيعية على المحطات دي. هبص برضو هنا هو عامل لي المحطات كل 20، انا عاوز المحطات كل 25، هضغط كليك يمين عليها، هقول له edit alignment label اخليها كل 25 الرئيسية، والفرعية اخليها كل 12.5، واقول له اوكي، بس انا اشتغل كل شغلي هخليه كل 25. عملت بروفايل لمنسوب الارض الطبيعي، يعني المنسوب اللي تحت دوت هو منسوب الارض الطبيعي. دلوقتي هعمل له بروفايل للمنسوب التصميمي. طيب حاجه برضو من بروفايل التانية كانت فروم سيرفيس، ديت كرييت بروفايل فروم
لاي اوت. لاي اوت يعني من بروفايل، كرييت بروفايل من بروفايل موجود، واعلم على اللاي اوت اللي هو البروفايل الموجود، واضغط على الديزاين كريتيريا واقول له فعل لي الديزاين كريتيريا، وبعد كده اقول له اوكي. هيظهر لي الصفحة اللي فوق ديت لرسم البروفايل. هضغط هنا حاجة درو تانجنت ويز كيرف، يعني انت اللي هترسم المنسوب التصميم بنفسك. انا سامحوني مش همشي، مش هراعي التصميم اكثر ما انا هراعي الاختلاف في الكميات عشان يظهر لنا الكلام دوت في القطاعات العرضية. فانا عندي هنا المنسوب هنا الارض الطبيعية 8، لا انا هخلي له منسوب التصميمي 3 عشان يبقى في اختلاف كبير ويظهر الكلام ده في الكروس سيكشن اكني عندي كوبري بالظبط. وهخليه هنا 6 او 7، وهخليه في الاخر مع المنسوب 4. كنترول زد بس، اقول له ايه انتر، هيظهر لي زي ما انتم شايفين اول منطقة منطقة قطع، بعد كده في منطقة ايه ردم كبيرة، هنا تفاصيل الفيرتيكال كيرف زي ما انتم شايفين، وطبعا في طريقة للتعديل عليه والتعديل على البروفايل ده كلته، لكن ده درس وحده ما يهمنيش دلوقتي. اصبح عندي منسوب الارض الطبيعية والمنسوب التصميمي والداتا بتاعتهم الخاصة بهم. المرحلة اللي بعد كده لو بصينا على الوورد هي مرحلة كرييت اسمبلي، يعني عمل القطاع العرضي النموذجي. طيب نعمل القطاع العرضي النموذجي ازاي؟ في حاجة اسمها هنا اسمبلي، كرييت اسمبلي، والاسمبلي دوت هقول له يظهر لي الاول كودز، هقول له اوكي. بيقول لي حدد لي سبيسيفاي اسمبلي بيز لاين لوكيشن، يعني حدد لي النقطة اللي انت هتعمل فيها ال assembly، حددت النقطة دي. طيب عشان ترسم الاسمبلي تضغط عليه وتظهر حاجة اسمها التول باليت، هيجي لك هنا التول باليت. انا عندي دلوقتي في القطاع العرضي 4 حاجات زي ما اتفقنا، عندي الميديان الجزيرة الوسطية واللينز الحارات الجانبية والشولدر والميل الجانبي. الميديانز ممكن ترسمها وممكن تعوض عنها بحارة لينز، فانا هنا هعمل هبدأ على طول باللينز مباشرة وارسم الجانب الايمن من الشولدر. في اللينز انا بفضل اللي هو لين اوتسايد سوبر ويز ويد، وعلم على المثلث ده كده بيظهر لي شكل للحارة. لو انت عندك حارة كمان ممكن تضغط هنا وتضيفها، ما عندكش حارة تقول له كنترول اسكيب كنترول زد، هيشيل الحارتين دول وتبدأ تنزل حارة واحدة. انا هعمل حاجة سيمبل بحارة واحدة بس. طيب الحارة دي عاوز اعدل على بياناتها، اضغط عليها واعلم على البروبرتيز وانزل تحت. اول حاجة عرض الحارة ده 3 كام؟ 63. لا انا هقول له يا عم عرض الحارة 365. طب الميل الجانبي اللي ماشية بيه، احنا الميل الجانبي المعتمد هو -1.5. طيب البيف 1 ديبس اللي هو سمك طبقة الاسفلت العلوية 5 سنتي. طيب سمك طبقة الاسفلت البيف 2 ديبس 7 سنتي للطبقة التانية للاسفلت السفلية. بعد كده البيز ديبس اللي هو سمك البسكورس هقول له 30 سنتي، والسبيز ديبس سمك السبيز اللي هو الطين يعني 30 سنتي. بيقول لي الويل بيز لينس اللي هو اطول طول للعربية، يعني اكثر طول لايه العربية، وليكن التريلا مثلا 13 75. طيب عدد الحارات، انا هنا قلت هحط حارة واحدة يبقى ايه حارة واحدة. شوف التغيير كله ظهر على الحارة لو انتم ملاحظين معايا. طيب انا كده عملت اول حارة خدت بالكم وعدلت عليها. طيب بعد الحارة هعمل شولدر. طب شولدر بيجي منين؟ عندي هنا برضو في التول باليت عندي كلمة اسمها شولدر. في الشولدر باخد اول واحدة واعلم على الدايرة اللي فوق دي كده
هلاقي الشولدر جاي لي بالشكل ده، بس انا محتاج اعدل على الشولدر، عرضه قد ايه وبياناته كلها. هضغط عليه واضغط على البروبرتيز وانزل تحت للشولدر. اول حاجة بيقول لي عليها عرض الشولدر قد ايه حسب المشروع عندك، وليكن مثلا الشولدر عندك في المشروع 2 متر. بيقول لك عاوز تفعل السوبر اليفيشن، رايت اوت سايد شولدر، يعني يمين الشولدر، لان احنا في الرايت سايد دلوقتي. في حالة الليفت هنغيرها. بيقول لي شولدر سوبر دايركشن، يعني عاوز يكون الدايركشن بتاع التغيير ايه، من نقطة الايه السنتر اليه، يبقى اواي اواي فروم ايه كراون. طب الميل الجانبي هقول له ماينس 1.5. جميل، هقول له هول سلوب، يعني تابع السلوب طبقا للدي لايت اللي هو السايد سلوب. طب الدي لايت سلوب اللي هو الميل ده كام؟ والله هو في حالة الشولدر غالبا بيستخدم 1:4 أو 1:3. لو هتستخدمه 1:4 ماشي، أو 1:3 تعمل 3، تقول له انتر. على عرض 1.80 برضو لو انت محتاج هذا الكلام. طيب السوبر اليفيشن سب بيز هقول له يس. السلوب كام يا عم؟ السلوب بتاعها بتاع السب بيز ماينس 1.5، نفس الاسلوب بتاع الايه الطريق. طيب البيف 1 ديبس 5 سم، اللي هي الطبقة العلوية من الاسفلت. البيف 2 ديبس الطبقة التانية من الاسفلت 7 سم، زي ما احنا دخلنا. طبقة البيز كورس 30 سم، طبقة السب بيز برضو 30 سم. يبقى احنا كده لو بصينا على الشولدر هنلاقي بقى بنفس شكل الايه الحارة، 5 7 30 30. طيب بعد ما عملنا الحارة الشولدر، فاضل لي السايد سلوب اللي هو بيسموه هنا الدي لايت. الدي لايت انا بختار رابع حاجة اللي هي الدي لايت جنرال، وبضغط على الدايرة الأخيرة دي، بيظهر لي حالتين، حالة القطع اللي فوق وحالة الردم اللي تحت. هنصغر شوية السلوب، هصغر شوية الزوم عشان يظهر لي القيم هنا. طيب عاوز أعدل على السايد سلوب طبقا للمشروع بتاعي. مواصفات هيئة مواصفات هيئة المدن تختلف عن مواصفات البلدية، تختلف عن مواصفات وزارة النقل. وليكن احنا مثلا هنضغط بروبرتيز أولا، وبعد كده ننزل. أنا عندي بيانات كتير جدا، cut test point link cut one width، كل ده كلام كتير قوي. كل اللي انت بتعدله في حاجة اسمها flat cut slope. الحالة الأولانية السلوب بيبقى كام في حالة القط؟ هقول له يا عم في حالة القط لما بيكون متر بيكون 4%، يكتب 4 انتر. يعني في حالة المتر، في حالة المتر متر انتر. بعد كده في حالة إلى أن يصل إلى 5 متر بيكون بدل من 4 بنخليه 3 إلى أن يصل 5 متر. طيب فوق ال5 متر هنخليه 1:2، 1:2، ده الفلات قط في حالة القط. ننزل للفلات فيل، أهو فلات فيل ماكسيمم، فلات فيل سلوب. في حالة الفيل احنا فعلا بنستخدم لما بيكون متر بنستخدم 1:6، لما بيكون متر أهو. بعد كده الميديم فيل سلوب بنستخدم 4 في حالة إلى أن يصل ل5 متر. بعد كده بنستخدم 1:2 في أكثر من 5 متر. حلو الكلام كده، دخلنا بيانات السايد سلوب أو الدي لايت. طيب هل هنعمل نفس الكلام ده في الليفت سايد؟ لا، مجرد إن احنا نعلم على الجزء اليمين دوت ونقول له هنا ميرور، ونعلم على العلامة هنا الجزء الأيمن، آسف كنترول زد، نضغط على ده كده ونقول له ميرور، ونضغط هنا كده سك
اوكي قول لي ميرور سيلكت ماركر فور ايه ميرور، مش عارف ايه المشكلة. معلم عليه تاني، هقول له ميرور simply for mirror base line select marker، نختار ايه الماركر وانتر. شايف ايه المشكلة عنده؟ أعلم عليه تاني وأقول له ميرور، وأضغط هنا كده ميرور، مش عارف ليه ما عملوش ميرور. طيب اضغط ميرور تاني، طيب انا خدت الحارة دي ميرور، خليني اخد دي كمان ميرور هنا زي ما احنا شايفين. كنترول زد كنترول زد، اضغط على الجزء ده وأقول له ميرور، بعد كده أضغط هنا كده. لازم أضغط على العلامة الحمراء دي كده. أنا عملت ميرور للجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. حاجة بس على الشولدر هنا، أضغط على البروبرتز وأنزل في الرايت أوتسايد، أخليها ليفت أوتسايد. كده انا عملت القطاع العرضي النموذجي زي ما احنا شايفين، عبارة عن حارة يمين وحارة شمال وشولدر يمين وشولدر شمال والدي لايت اللي هو السايد سلوب. طبعا بحالات التلاتة، لكن هو اللي بيظهره مع الارتفاع الملائم للطبقات التلاتة اللي انت ايه حطيتها دي. طيب الخطوة اللي بعد كده نعمل ايه؟ الخطوة اللي بعد كده ان انت تعمل السوبر إليفيشن. طيب اعمل ازاي سوبر إليفيشن؟ ادخل على اوتوكاد 7 3 دي واعلم على الالاينمنت بتاعي، هيظهر لي كلمه هنا اسمها سوبر إليفيشن. هقول له اضغط عليه واقول له كالكوليت عندي اديت، هقول له كالكوليت سوبر إليفيشن ناو. هيفتح لي الصفحه، الصفحه بتاعت زي ما احنا عارفين ان الشكل بتاعي هو الشكل البسيط، عباره عن ميل جانبي في الاتجاهين بدون جزيرة وسطية. الحالة دي حالة ان يكون الميل في اتجاه واحد، الحالة دي يكون في جزيرة وسطية والجانب الايمن في ميل بومبي والجانب الايسر في ميل بومبي. الحالة دي في جزيرة وسطية وفي هنا ميل جانبي في اتجاه واحد وميل جانبي في اتجاه واحد. احنا الحالة السيمبل البسيطة اللي معانا اللي هو الميل في اتجاهين بدون جزيرة وسطية، وهقول له نيكست. بيقول لي عرض الحارة اللي هو النورمال لين ويتس 3.65 والسلوب بتاعها كام؟ ناقص 1.5. عدد الحارات اللي قدامي هي 1، هقول له نيكست.
بيقول لي نمبر شولدر سلوب اللي هو الميل الجانبي برضو للشولدر هو 1.5، نفس ميل الطريق. اقول له نيكست، هيقول لي الهوريزونتال كيرف عبارة عن ايه، التلت والتلتين اللي هو في السوبر اليفيشن، هيظهر دلوقتي يعني التلت والتلتين، هو نظام التو لينز، وبرضو الماكسيمم 4%. هقول له فينيش، ظهر لي هنا بيانات السوبر اليفيشن. لو انا عاوز اعمل لها تصدير بضغط على العلامة دي كده، اكسبورت سوبر اليفيشن داتا، بيظهر لي الصفحة دي كده، هيقول لي هيظهرها في شكل اكسل شيت سي اس في، وممكن تظهرها تعمل لها سيف وتظهر لك البيانات كما هو موضح عندنا هنا في الاكسل شيت. دي بيانات الايه، السوبر اليفيشن. عند كل محطة بيبين لك، لا ده ديت اسف، ده الكاتل في الفوليوم، في هنا الدروينج. ايوه ده بيانات السوبر اليفيشن. يقول لك المحطة صفر، الميل الجانبي بتاعك عام 1.5 و1.5 يمين و1.5 شمال، الى ان تصل الى المحطة كام، الى المحطة دي اللي هي 1284. يبدأ يفعل لي زي ما انت شايفه، وخمسة وستة من عشرة في المية سلوب، بعد كده 1.5، بعد كده 5.6% ماكسيموم سلوب، وهكذا. فموضوع السوبر الفيجن كنا شرحنا له درس كامل قبل كده، وطبعا ما فيش وقت عندنا ان احنا ايه نتكلم فيه كتير. احنا اللي يهمنا في النهاية هو عملية حساب الكميات. طيب عاوز اظهر السوبر اليفيشن قدامي، اظهره ازاي؟ بنفس الطريقه، بعلم هنا على الالاينمنت واقول له يا عم السوبر اليفيشن كرييت سوبر اليفيشن فيو، بيقول لي للالاينمنت واحد، اقول له اه اوكي. عاوز تحطه فين السوبر اليفيشن؟ عاوز احطه هنا تحت، تحت البروفايل زي ما انت شايف اهو. بدأ عادي خالص بنسبة ميل جانبي 1.5%، بعد كده بدأ بنسبة ميل العادية اللي هي 1.5 في الاتجاه الأيمن، والاتجاه اللي فيه ارتفاع خد نسبة ميل ثابت إلى المحطة 279. بعد كده في الرايت سايد على، بدأ يعلى بنسبة ميل 1.5، وفي الليفت سايد بينزل 1.5. بعد كده بياخد، بيعلى في الرايت سايد بأعلى نسبة ميل اللي هي 4%، وهنا بينزل بأقل نسبة ميل 4%. بعد كده يبدأ تاني يعدل نفسه، 1.5%، 1.5% في اتجاه واحد. بعد كده يبدأ يعدل نفسه اتجاه ثابت في اتجاه الأيمن، ونزول في اتجاه الأيسر. بعد كده يكمل الطريق بالشكل العادي اللي هو 1.5% يمين، 1.5% شمال. دوت السوبر اليفيشن احنا مفعلينه في حساب الايه، الكميات. بعد ما خلصت السوبر اليفيشن عندي اللي بعد كده، اعمل حاجة اسمها كوريدور. يعني ايه كوريدور؟ تعال نشوفه بالشكل العملي هيبقى يعني ايه كوريدور. حاجة هنا عندي حاجة اسمها كوريدور، هقول له شكل لي عم كوريدور للالاينمنت واحد، جميل. وانت عاوزه الجراوند ليفل ولا اللي اوت 1؟ لا، اقول له اللي اوت 1 والاسمبلي 1 والتارجت سيرفيس اللي هو الاساسي اللي هو الجراوند ليفل، واقول له اوكي. واجي هنا على سيت اول، هخليها بس خليه يا عم يعمل لي كل 25 في كل الحالات، حالة الكيرف وفي حالة الايه المستقيمة. انا عاوز كل 25 بس. بعد كده هقول له اوكي وريبي ريبيلد ذا كوريدور. تعال نشوف كده، واضح ان احنا اخترنا برضو حاجة مش مظبوطة.
في مشكلة في الفيرتيكال كيرف لكن مفيش إشكالية، هنقول له تاني كوريدور فروم ألاينمنت لاي أوت واحد والأسمبلي واحد هو الجراوند ليفل بيزك، هقول له اوكي ايا كان، هقول له برضه اوكي ريبيلد. افترض ان هو يكون رسم لي الكوريدور هنا، بس يبدو ان في مشكلة في الجيومتري بتاع الديزاين ليفل، هشوفه كده اعالجه. ايوه في عندي هنا علامة تعجب، خلينا نشوف علامة التعجب بتاعت، بيقول لي الكي فاليو هي 26 وهنا هدخلها له 28. ايش الكلام؟ والبروفايل كيرف لينس كله تمام. ليه مش هليش علامة التعجب؟ هشيلها اهي ان شاء الله، هحطها لو 28. 28 طالما شال علامة التعجب من عند المينيموم يبقى كده حلل الايه المشكلة. تعال نشوف كده ان شاء الله باذن الله على الكوريدور ونقول له الالاينمنت واحد وعلى اللاي اوت واحد والاسمبلي واحد والبيس والجراوند، نقول له اوكي سيت اول لاي اسمبلي، مش مهم الاستيشن دلوقتي، التارجت هقول اوكي بعد كده هقول ريبيلد اوكي. اهو كان عنده فعلا مشكلة في المنسوب التصميمي هنا، بعد ما حلناها رسم لي او بنالي الكوريدور بتاعي زي ما احنا شايفين. لو احنا ركزنا شوية هنا، وطبعا زي ما انتم شايفين ده الكوريدور واحد بتفاصيله زي ما انتم شايفين، دي مناطق طبعا اللي هي فيها قطع ودي الخضرة دي المناطق اللي هي فيها ردم، وهو الطريق عبارة عن السنتر لاين والجزيرة وبعد كده شولدر، هنا سنتر لاين جزيرة وبعد كده ايه بعد كده شولدر. كده عملنا كوريدور وتشكيل للطريق. بعد ما عملنا الكوريدور هنعمل حاجة الكوريدور سيرفيس، سيرفيس للمنسوب التصميمي لهذا الكوريدور. طب نعمله ازاي؟ مجرد ان احنا نضغط على الكوريدور ونعمل كليك يمين، اسف، نعلم على الكوريدور وكليك يمين ونقول له كوريدور سيرفيس، ونختار هنا الداتا ونقول له هنا كرييت سيرفيس فروم كوريدور، ونيجي على الداتا هنا ونقول له اديت عشان يراعي لي ان المنسوب بتاعه اللي هيحسب عليه الكميات هو اللي هو اسفل طبقه السب بيز، لان احنا بنحسب كميات القطع والردم وليس كميات الطين والبسكورس والاسفلت وكده. والباوندري هقول له يا عم الباوندري بتاعك
هو الـ daylight added automatically daylight. بعد كده أقول له أوكي، بعد كده أقول له rebuild. رسم لي أهو زي ما احنا شايفين سطح للمنسوب التصميمي. حلو أوي. بعد ما رسمنا سطح للمنسوب التصميمي يأتي المرحلة اللي بعد كده، هو إنشاء حاجة اسمها simple line. حاجة اسمها simple line، وهو اللي هيرسم عليه قطعات عرضية، يعني عبارة عن خط عرضي كده عند كل محطة. تعال نشوفه عملي. هدخل هنا في حاجة اسمها simple line أو من section، أضغط create simple line. حلو قوي. بيقول لي اختار الالاينمنت اللي انت عاوز تعمل عليه سيمبل لاين. ادي يا عم الالاينمنت بتاعي، طبعا هو مش ظاهر من كتر الخطوط، اهوت ظهر قدامي. عندي طبعا احنا عشان دخلنا وطلعنا في الكوريدور، فاعمل لنا ثلاث حالات. هنختار الحالة دي هي البيزك، هقول له view edit with shading. اوكي. والجراوند ليفل ده الاساسي، بس الكوريدور الثلاثة اللي هي راعي لي فيها المنسوب الفينش ليفل. اوكي. يبقى انا دلوقتي جامس ارسم، هرسم على الاكزيستنج ليفل والفينش ليفل، وبعد كده اقول له اوكي. انا عاوز احدد له بقى الرينج بتاعي باي رينج اوف ستيشن، هضغط على المثلث ده واقول له باي رينج اوف ستيشن، يعني احدد لي الرينج من اول محطه لحد اخر محطه، وكل العرض بتاع الاتجاه الايمن هقول له 30 متر بتاع التيبيكال كروس سكشن، والاتجاه الايسر هقول له برده 30 متر. واضغط هنا اقول المحطات بتاعتي كل 25 مش كل 20، واقول له اظهر لي بيانات اول محطة واخر محطة كمان معاك، وبعد كده اقول له اوكي انتر. هلاقيه رسم لي خط عند كل محطة من المحطات، وحط لي عند اخر محطة اهي، وحط لي عند اول محطة زي ما انا قلت له ترو. ده قطاع العرض هيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه كده. طيب دلوقتي مرحلة بقى مرحلة حساب الكميات واظهار القطاعات العرضية. طيب نحسب الكميات ازاي؟ لازم نعمل لها الاول كومبيوت حساب. ندخل على سيكشن كومبيوت ماتيريال ونقول له يا عم الالاينمنت واحد والسنتر لاين هو السنتر لاين واحد، احنا عملنا اللي هو بتاع الالاينمنت. بس لما اجي اختار انا عندي كذا طريقه، الاريا اند افريج وطرق كومبوزايت فوليوم طريقه اخرى، بريس موديل. هنختار الافريج اند اريا، ونختار السطح الاساسي اللي هو سطح الارض الطبيعيه، وسطح المقارنة هو السطح بتاع التصميم اللي احنا عملناه للكوريدور. وهقول له احسب لي بطريقة الكات اند فيل، في طريقة تانية دي طريقة الايرث وورك، لكن انا هحسب الطريقة بتاعت البرنامج الكات اند فيل، واقول له اوكي اعمل لي كومبيوت لهذا الكلام. بعد ما اعمل لي كومبيوت لحساب الكميات، فاضل لي ان انا اوريكم القطاعات العرضية قبل ما اطلع كميتها. هوريكم القطاعات العرضية ازاي. كرييت من سيكشن، اضغط كرييت مالتيبل سيكشن فيو. ننتظر قليلا. بس الـ not responding.
ايوه، يقول لي يا عم انت اللي انت عاوز تعمله هتعمله لايه؟ للالاينمنت رقم واحد في المحطة من كذا الى كذا، هقول له نيكست. نفس البيانات دي انا مش هغير عليها، نيكست. هقول له برضو نيكست، هيقول لي 30 و30، هقول له نيكست نيكست. هنا الليبل اللي هيظهره الاكزيستنج والايه والفينيش جراوند ليفل، هقول له نيكست. لو انت عاوز اقول له تاني نيكست. لو انت عاوز تظهر الكميات بجوار كل قطاع عرضي بامكانك ان انت تظهر هذا الكلام. هنا عندي التوتال فوليوم، مجرد انت بس تقول له ادد التوتال فوليوم هنا. وهنا التعديلات عليه، عاوز تحطه في الرايت ولا في الليفت، الكلام ده كله هيظهر لك بنفس الشكل ده كده. كل قطاع عرضي جنبه الكميات بتاعته، هقول له create section view. شادي نشيلها نضغط عليها تاني section تبلاي section، وهقول له next 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 edit، هقول له create section view وحدد النقطة تكون بعيد كده بحيث انه هيظهر لي الاشكال بتاعتي لكل محطة على حدة. طبعا هو بيحمل، لحظة واحدة بس. تعال نشوف كده هو عامل ايه. اه، ظهر لي اول قطاع عرضي 30 متر يمين و30 متر شمال، وحساب الكميات بتاعت اول محطة بتاع من المحطات كانت قطع زي ما احنا شايفين. وشوف القطع جاي لحد فين، بتقطع لحد اسفل منسوب طبقة الطين، وبعد كده تبدأ تحط طبقة الطين وطبقة البسكورس والاسفلت. يعني هو حسب لي على اللي هو المنسيب الرمل. دي حالات كلها حالات ايه؟ قطع. تعال شوف حالات الردم اللي هي الخضرة دي. شوف هو هيردم لحد فين، هيردم لحد اسفل منسوب طبقة الايه الصبيز، وبعد كده يبدأ يزود لنا الطبقات اللي بعد كده، خدت بالك؟ وهنا لو تلاحظ المناسيب اللي موجودة دي هي مناسيب التوب اليفيشن بتاع الايه بتاع طبقة الايه الاسفلت. والكلام ده احنا ممكن طبعا نعدل عليه، ده طبعا زي ما انت شايف لكل المحطات كروس سيكشن لكل المحطات. طيب انا عاوز اظهر بقى جدول بالكميات بتاعتي دي، مجرد ان انا اضغط طبعا على شاشة الايه الاوتوكاد 73 سيكشن ثم اريد تيبلز ثم توتال فوليوم، بيقول لي كات اند فيل الالاينمنت واحد والماتيريال واحد. هقول له هو الجدول بتاعي عاوز احطهم كلهم في جدول واحد، فازود عدد الايه الصفوف بتاعي وليكن 50 صف، وبعد كده اقول له اوكي. يقول لي حدد النقطة اللي انت عاوز تحط فيها الجدول، احدد النقطة دي. بس في مكان تاني بعيد شوية، فأنا هضغط تاني على سيكشن ادي التيبل طوب التيبل فوليوم الماتيريال واحد، وأقول له اوكي واضغط هنا زي ما احنا شايفين. ويبدو ان في اشكالية في الكمبيوتيشن بتاعته لو حسبها، لكن الكلام ده طبعا ما ظهرش عندي في القطاعات العرضية. القطاعات العرضية عندي سليمة بنسبة 100%. خلينا نظهر الكلام دوت سيكشن
أو التول بوكس، نضغط على ريبورت من مانجر، بعد كده نضغط على الكوريدور وتوتال فوليوم ريبورت، هقول له اكسكيوت و الالايمنت واحد والماتيريال واحد، هقول له مكان الحفظ فين. اولا احفظه له شكل اكسل على الديسكتوب باسم مثلا 12، بعد كده اقول له سيف وكرييت ريبورت. والحين بيحمل اوتوماتيك، عمل لي ملف اهوت، ملف رقم 12 فيه القيمات اللي هو الفيل فوليوم والكات فوليوم، او الفيل فوليوم والكات فوليوم التجميعي، بيقول لي كمية القطع الإجمالية 14321، وكمية الردم 27535، والنيت فوليوم اللي هي الردم زائد ناقص القطع 13214. طبعا الجدول انا عرفت ليه الجدول مظهرش ليه، ويبدو ان في اعدادات الصفحة نفسها فيها اشكالية في البداية، فاعدادات الصفحة محتاجة ايه تعديل، لكن هو بكل بساطة هيظهر ليك السكشن لما تقول له add table و material volume، بيظهر لك السكشن بتاعك بكل بساطة وسهولة كما هو موضح في الايه في الشكل دوت احنا كنا عاملينه قبل كده. هو فيه فعلا في اعدادات البرنامج زي ما انت شايف اهو، ده هنا 2 dimension، هو واخد هناك 3 dimension، خدت بالك؟ فانا هنا عندي اهو الجدول بتاع الكميات، هعمل هيلب برضو هنا، هدخل على السكشن واقول له ادي تيبل توتال فوليوم، نفس البيانات الالاينمنت والرايت سايد للماتيريال، كنا عاملين الماتيريال رقم 9، اقول له اوكي، يقول لي حدد النقطة، عاوز اقول حطه هنا كده، او زي ما انتم شايفين ظهر لي اللي هو الكات فوليوم والفيل فوليوم التجميعي في نهاية الجدول. يعني انا عندي كمية الفيل هي 105 ابتدى في مشروع تاني، وكمية القط كانت 19785. هو يبدو ان الاشكالية اللي كانت حاصلة في العمل في البداية ان الصفحة واخدة 3 dimension زي ما انتم شايفين، وانا ما خدتش بالي، لكن على كل حال بتعديل نظام اللي هو 3 dimension الى 2 dimension بامكانك ان انت تخرج كل البيانات كما هو موضح بالشكل. وكده يكون انهينا البرنامج وعملنا كل اللي احنا عاوزينه، زي ما احنا شايفين مثلا هنا عملنا البروفايل التصميمي، عملنا البروفايل للأرض الطبيعية، عملنا السوبر إليفيشن، عملنا الكوريدور شكل، حتى هنا الشكل هنا أوضح لأن أنا واخد التو دايمنشن مش واخد تري دايمنشن، هو رسم هناك بالتري دايمنشن بتاعه، الشكل هنا أوضح، وطلعنا جدول لحساب الكميات، وطلعنا أيضا جدول بتاع دوت السوبر إليفيشن. فاضل لي إن أنا أطلع جدول للكروس سيكشنز اللي طلعت دي. طيب انا فين الجدول اللي انت قلت لي عليه، اللي انت وعدتني ان جنب كل كروس سيكشن يطلع لي الجدول؟ شوف من سيكشن هقول له اديت تيبل، هقول له كرييت مالتيبلاي سيكشن، وهضغط هنا نيكست 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 نيكست. في الحالة اللي زي دي هقول له بس توتال فوليوم، هقول له اديت اوكي. بعد ما اقول له اديت هقول له كرييت سيكشن،
هختار مكان تاني اظهر فيه السكاشن، نفس السكاشن اللي فوق دي هتظهر، بس هتظهر الكميات جنب الايه، جنب الشكل بتاعي اهيت. هتلاقي ان كل كروس سكشن موجود الشكل بتاعه، وده قطع اهو، هتلاقي هنا الردم صفر، وهتلاقي القطع بس دي محطة صفر ما بيحطش فيها كميات. تعال نحط شوف المحطة اللي بعدها، دي حالة ردم، ده بيكون الكات اريا الكات فوليوم 2661، والفيل فوليوم صفر، والنت فوليوم ده ناقص ده 2661. يظهر لك جدول الكميات عند كل قطاع عرض، دي للمحطة رقم 25، بعد كده للمحطة رقم 50، محطة 75، وهكذا إلى نهاية المحطات. وكده نكون أخرجت كل بيانات الطريق من بروفايل سوبر إليفيشن لقطاعات عرضية لكميات لكل محطة لريبورت على الأوتوكاد 7 3 دي تيبيكال كروس سيكشن. طلعنا كمان ممكن نطلع بيانات التيبيكال كروس سيكشن ده عن طريق إكسل، نيجي هنا على الكوريدور التول بوكس كوريدور، نختار سيكشن بوينت ريبورت ونقول له اكسكيود، بيطلع لي بيانات هذا الايه، هذا الكوريدور زي ما احنا شايفين هنا، بيانات ده الفوليوم، خلينا نطلعه تاني افضل. هقول له كرييت اكسكيوت الالاينمنت واحد، الكوريدور 3 الالاينمنت واحد، جميل. اقول له كل 25 متر طلعهولي، وانا عاوزه في شكل اكسل شيت باسم 15، واقول له سيف، واقول له كرييت، دي طلع لي بيانات الكروس سيكشن زي ما انت شايف اهوت، كل محطة لوحدها، محطة صفر، البوينت واحد، الايستنج والنورسنج والاليفيشن بتاعها والاوفست بتاعها كام في حالة الديلايت، الحالة التانية ديلايت برضو، الحالة التالتة بحالة الايه البيسكورس، بعد كده حالة الاسفلت واحد اسفلت. طيب كان كل بيانات الكروس سيكشن التفصيلية لكل محطة على حدة تطلع في شيت اكسل. كده تكون انت ابدعت واخرجت كل ما عندك في المشروع من بيانات زي ما احنا شايفين. وكده نبقى احنا انتهينا من حساب الكميات واخراج بيانات الكروس سيكشن للطرق. وطبعا هذا ما اعلم، ونسألكم الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.